بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه الجديده وتكنو ناي المتابعه لاخر المستجدات على ساحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لا شك ان الانترنت اصبح عنصر هام من عناصر الحياه ليس فقط على مستوى العالم لكن تحديدا في المجتمعات العربيه، ولم يعد استخدام الانترنت قاصرا على فكره التواصل الاجتماعي فقط او مجرد البحث على شبكه المعلومات الدوليه الانترنت، لكن اصبح يستخدم بشكل شاسع في مجالات متعدده وفي بعض الاحيان يمثل عمل لبعض المواطنين. ما هو التعامل مع شبكه المعلومات الدوليه الانترنت على مستوى العالم العربي؟ ما هي اهم احتياجات المواطن العربي من هذه الشبكه ويعني ابرز ما يحتاج منها؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقه من تكنو نايل. هذا هو الموضوع الرئيسي لهذه الحلقه بالاضافه لموضوعات وفقرات اخرى تابعوها على مدار هذه الفتره، لكن دعونا في البدايه نتابع هذه المجموعه من الاخبار من اعداد احمد عبد الصمد وتعليق ايمان مدحت. اكتشف خبير أمني مصري ثغرتين خطيرتين في تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لنظام أندرويد، سواء تطبيق فيسبوك الأساسي أو تطبيق فيسبوك ماسنجر أو تطبيق فيسبوك بيجز مانجر، حيث أكد الخبير الأمني محمد رمضان أن الثغرتين كانتا تسمحان بتسريب معلومات المستخدم الخاصة بحساب فيسبوك من تلك التطبيقات إلى بقية التطبيقات المثبتة على نفس الجهاز. وقام الفريق الأمني لدى فيسبوك بسد الثغرتين فور الإبلاغ عنهما، كما وافق على صرف مكافأة مالية للخبير المصري نظير الكشف عن الثغرتين. ظهر الجمعة الماضية أول إعلان ضمن خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير انستغرام بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسمها، وحصلت صورة الإعلان الأول انستغرام على أكثر من 130 ألف إعجاب بعد حوالي 6 ساعات من نشره، بالرغم من أنه لم يظهر لدى جميع مستخدمي الخدمة. تعتزم شركة سامسونج إطلاق حاسب لوحي جديد بقياس 12.2 بوصة، وهو الجهاز الذي يخضع حاليا للتطوير، ومن المفترض بدء تشغيل خط إنتاجه قبل نهاية هذا العام، ليتم طرحه في الأسواق عام 2014 في مؤتمر CES التقني المزمع إقامته في يناير من العام المقبل. كما لم توضح المصادر أي معلومات حول المواصفات التقنية للحاسب اللوحي الجديد أو حول السلسلة التي ستقوم سامسونج بإطلاق حاسبها الجديد بها، سواء إطلاقه في سلسلة جالكسي تاب أو جالكسي نوت، أو يكون الجهاز بداية لسلسلة جديدة من حواسبها اللوحية. تعتزم شركة نوكيا إطلاق ثاني حاسب لوحي من إنتاجها، ولكن هذه المرة سيكون بقياس 8 بوصات، إلى جانب أنه سيعمل بنظام التشغيل ويندوز 8.1 RT التابع لشركة مايكروسوفت. وبحسب التسريبات فإن الحاسب اللوحي المرتقب سيحمل الاسم الرمزي نوكيا إلوجينست، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الحاسب في وقت مبكر من العام المقبل 2014. تجدر الإشارة إلى أن نوكيا كانت أزاحت في أكتوبر الماضي الستار عن أول حاسباتها اللوحية، وذلك خلال حدث خاص أقامته العاصمة الإماراتية أبو ظبي. أطلقت شركة جوجل رسميا خدمتها الجديدة هيلب أوت، التي تتيح من خلالها لأصحاب المهن والحرف تقديم المساعدة للأشخاص من غير ذوي الخبرة عبر محادثات الفيديو المباشرة. وتعتمد جوجل على خدمة هانج أوتس للمحادثة عبر الفيديو، كما أنها تسمح للمستخدمين بالتحدث وجها لوجه مع الخبراء في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الفن وتصميم الأزياء والعناية الصحية وغيرها. وبالرغم من أن الخدمة الجديدة تعتمد على خدمة هانج أوتس، إلا أنها تتطلب طرفين فقط، المستخدم والمعلم. أطلقت شركة أبل الأمريكية تقرير الشفافية الخاص بها لتزيح النقاب عن حجم الطلبات الحكومية للكشف عن معلومات مستخدميها خلال النصف الأول من عام 2013 الجاري. وأكدت أبل أن الهدف الرئيسي من كشفها عن تلك المعلومات هو حرصها على الشفافية أمام عملائها في جميع أنحاء العالم. وكشف التقرير أن الحكومة الأمريكية هي الأكثر تقديما لطلبات للكشف عن معلومات لمستخدمي أبل، كما حلت المملكة المتحدة بالمرتبة الثانية، وتلتها إسبانيا وألمانيا في المرتبة الرابعة والخامسة، كما لم تشهد قائمة الدول التي تقدمت بطلبات للكشف عن معلومات لحسابات مستخدمي أبل أي دولة عربية، فيما جاءت دولة الإمارات في قائمة الدول التي تقدمت بطلبات للكشف عن معلومات حول أجهزة المستخدمين. كشفت دراسة حديثة أن 8% من الأمريكيين يحصلون على أخبارهم من تويتر،
وهم الأشخاص الذين يتصفون بكونهم أصغر سنا وأكثر تعليما واستخداما للأجهزة المحمولة من 30% الذين يحصلون على أخبارهم من فيسبوك. وبحسب الدراسة التي نشرها مركز الأبحاث بيو، فإن نصف مستخدمي تويتر من البالغين الأمريكيين الذين تبلغ نسبتهم 16% يحصلون على الأخبار من موقع التدوين المصغر. ولفتت الدراسة أن تويتر يعتبر أكثر شعبية كمنصة للأخبار العاجلة من كونه منصة لمشاركة الآراء. ابتكر اليابانيون كاميرا ذكية جديدة قادرة على التواصل مع العقل لتتلقى الأوامر منه مباشرة، لتقوم بتصوير المشاهد التي يلتفت لها الشخص فورا دون أن تنتظر صاحبها بتشغيلها والضغط على أزرارها. الكاميرا الجديدة التي ابتكرتها إحدى الشركات اليابانية ونشرت جريدة التايمز البريطانية تقريرا عنها، تقوم على فكرة تتبع الموجات القادمة من العقل، حيث تستطيع أن تعرف فورا المشاهد التي يلتفت إليها الإنسان ومن ثم بدء تصويرها، فليس على صاحب الكاميرا سوى تعليقها فوق رأسه حتى تتمكن من قراءة عقله أولا. كشفت شركة جوجل النقابة عن أحدث نسخة من نظام تشغيل أندرويد 4.4 والذي أطلقت عليه اسم كيت كات، وجهزته بسلسلة من الوظائف والمزايا الجديدة. أول هذه المزايا جوجل ناو، وهو نظام يتيح لك التحدث في أي وقت مع الهاتف لإخباره بما تريد البحث عنه، ليقوم الهاتف بإظهار نتائج البحث لحظياً. ومن المزايا الجديدة أيضا قيام الهاتف بشكل آلي بتحديد أهم جهات الاتصال من قائمتك وفقا لأكثر الأشخاص اتصالا، كما يمكنك البحث عن أقرب الأماكن أو الأشخاص الموجودين ضمن تطبيقات جوجل، وكذلك في حال تلقيك لاتصال من رقم هاتف ليس محفوظا على جهازك سيقوم الهاتف بعملية بحث وتطابق مع قائمة الأرقام الموجودة ضمن خرائط جوجل لكي يتم معرفة اسم أو جهة المتصل بك. وذكرت شركة جوجل أن نظام التشغيل الجديد سوف يظهر على العديد من الأجهزة اللوحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما ذكرنا في البداية، شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لم تعد وسيلة فقط للتواصل الاجتماعي أو للتسلية، البحث بشكل عام والتعرف على الألعاب الجديدة وكل ما يحدث على مستوى العالم، لكن بشكل كبير شبكة الإنترنت أيضا تقدم خدمات متعددة لأي مواطن في أي دولة من دول العالم، أيضا البعض يستخدمها كمجال للعمل. سنتحدث بالتحديد عن المواطن العربي، ما الذي يريد من شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومن الخدمات التي يجب أن توفرها الحكومة على هذه الشبكة، من خلال ضيفنا في هذه الفقرة دكتور محمد ناصر فؤاد النائب الأول للمنظمة العربية للمعلوماتية إجمع. ولكن قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفي الكريم، دعونا نطرح عليكم سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال اليوم ونرجو أن تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا، سؤالنا هو: ما هي خدمات الإنترنت التي ترى أن على الحكومة أن تليها الأهمية؟ الحكومة الإلكترونية أم الحماية أم الأمان، السرعة العالية وما إلى ذلك من رغبات؟ نرجو أن تشاركونا بآرائكم على هذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/technonail. دكتور، برحب بحضرتك دكتور محمد ناصر فؤاد النائب الأول للمنظمة العربية للمعلوماتية إجمع، برحب بك دكتور. أهلا وسهلا. نتكلم بشكل عام في البداية عن المنظمة العربية للمعلوماتية، الهدف الذي أنشئت من أجله. المنظمة العربية المعلوماتية أنشئت بمبادرة من خمس دول، الخمس دول دول مصر والأردن ولبنان وتونس والجزائر، وكنا يعني بنتقابل كجمعيات معلوماتية في جمعية معلوماتية عالمية اسمها ويتسا، بتضم كافة الجمعيات المعلوماتية في العالم وبتعمل لمصالحهم ويعني بتنمي منهم ويعني بتعمل حاجات كتيرة جدا لتنمية هذه الجمعيات حتى تخدم مجتمعها جيدا. احنا تجمعنا في مرة من المرات في كنا في دبي واقترحنا ان احنا نعمل هذه القصة.